طيب بسم الله. الآن زي ما اتفقنا، أول حاجة بدي أعرف نغير اسمه ريكورد بير بيج يساوي 3. بعدين بدي أحكي اف الست لو كان عندي في اليو ار ال متغير اسمه بيج، ايش بدك تعمل لي؟ بدي اعرف متغير اسمه بيج بيساوي get متغير البيج، يعني هات القيمة اللي موجودة في اليو ار ال لمتغير البيج وخزنها في متغير مين؟ البيج. else البيج بتساوي ايش؟ 1. بعدين بدي اروح اعرف متغير اسمه start بيساوي متغير البيج ناقص 1 ضرب مين؟ ريكورد بير بيج. كنترول اس. وهنا ايش بدي احكي له؟ ليميت ستارت فاصلة ريكورد بير بيج. تمام؟ هنيجي هنا نعمل ريفريش. هنلاحظ كم ريكورد عرض لي؟ 3. تمام؟ لاحظوا معايا، لو هانا هي متغير البيج بيساوي قديش؟ 2. هي انتر، لاحظوا ايش؟ تغيرت. البيج بتساوي قديش؟ 3. تغيرت 4. بيروح بيمسك الاربعة، صح؟ بيمسك الاربعة. الحين البيج ايش صار متخزن فيه هانا؟ 4 ناقص 1 3 ضرب 3 يبقى حيبدا من قديش ستارت؟ 9. وحيزود كم واحد؟ 3. طيب لو كان انا 5، 5 ضرب ناقص 1 4 ضرب 3 12، حيبدا من قديش؟ من 12. وهكذا كل مره حيضلوا ايش؟ يزيد حسب القيمه اللي موجوده وين هنا. طبعا لو ما كانش فيها هنا قيمه يا جماعه حيعرض لمين؟ الديفولت اللي هي ايش؟ 0. ديفولت اللي هي مين؟ 0، لانه ما عنديش بيج، صح؟ فالبيج 1، 1 ناقص 1 0، 0 في اي حاجه بصفر. تمام؟